في هذا الجن يعني يجي على الإنسان يتكلم مثلا يتكلم بالنيابة عني، مثلا يتكلم بالنيابة عني أن صارت مشكلة كبيرة بهذا الشيء، فلانة انتحرت، الجن يتكلم وقال فلان الفلاني وصار قطاع وصار مشاكل. نعم، هذا الكلام صحيح ولا كذب؟ أول شيء أحيانا ربما يدخل الإنسان في هوس مع ذاته فيخرج ما في قلبه وما يعتقد، وليس بكلام الجن أو عقله الباطن. عقله الباطن، ليس بكلام الجن، ليس بكلام الجن. وبعض العلماء قالوا بل الجن يتكلم على لسانه، فنحن نأتي بجميع الأقوال. اللي يقول الجن يتكلم على لسانه، الجن يحد عنه الكذب، صح ولا لا؟ صحيح. فلو نطق بلسانه لا يؤخذ بكلامه، لأن هذا في قذف وفي قطيع وفيها كذا، فكيف تأخذ بكلام جن أنت ما تعرف صدقه من أمانته، أليس كذلك؟ صحيح. فهذا إذا كان يتكلم. ومنهم من قال بل هذا عقل الباطن، يعني واحد يقول أنا ممسوس ممسوس ممسوس، لما أقرأ عليه واضرب فأصبح أخرج ما في عقل الباطني كالنائم الذي يتكلم بما يشتهي، علمت؟ فعلى كل الأحوال لا يؤخذ بهذا الكلام. أهل الزوجة يعتبر من صلة الرحم ويجوز قطعها إذا في سبب مشاكل مشاكل. إذا كان من قبلهم أذى وقطيعة اجعل بينك وبينهم السلام، اجعل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يلتقي هذا فيلتقي فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ صاحبه إيه؟ بالسلام بس، وتحمي الله نفسك. الله يعطيك العافية ويجزاك خير، وصلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الله يجزيك الخير ويرفع قدرك. مرحبا بأهل المملكة. فاصل ونعود إليكم بإذن الله. رحيق العلم والإيمان.